هلا يا شباب، الفيديو ده طلب مني كتير جدا، فانا مش بس هقول لكم ازاي تجهز نفسك من ورق وامتحانات والكلام ده كله، لا هقول لك كمان ازاي تجهز نفسك معنويا. اللي فاتته بقى الجيف اوي بتاعت الاسبوع اللي فات، ما يقلقش عشان كل اسبوع المفروض فيه جيف اوي، وكمل الفيديو لاخر عشان تعرف مين اللي فاز بالجيف اوي بتاعت الاسبوع اللي فات، ممكن تكون انت. الجيف اوي بتاعت الاسبوع ده هتبقى عباره عن بلانر تستخدمها في انك تبلان كل حاجه وتخطط وتكتب بشكل يعني منظم كده وكيوت، في كذا واحده وفي كذا نوع، فانا هتواصل مع الفايز الاسبوع الجاي ان شاء الله لما انزل الفيديو الجاي. بس كل اللي عليك تعمله عشان تشارك انك تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للشانل، وكمان تنزل في الكومنتس تكتب هاشتاج جيف اوي. بس يا سيدي، كل ده اللي هتعمله عشان تشترك في الجيف اوي. بس كده يا سيدي، خش في المهم، خش في المهم. بص يا صاحبي، انا اتكلم في الفيديو ده بشكل عام خالص، فانت لو في الاعدادي، لو في ثانوي، لو في الكليه حتى، الفيديو ده هيمشي معاك عادي خالص. وفي خلال ما انا بتكلم هقول شويه حاجات كده معينه للثانويه او اعدادي مثلا، عشان برضو الكلام ما يكونش كتير وما اطولش الفيديو معاكو. الفيديو ده هتكلم فيه عن خمس حاجات، الخمس حاجات دول هرتبهم من اقل واحده لاكتر واحده انا شايفها مهمه في ازاي تجهز نفسك للمنح. يجي معانا في المركز الخامس يا شباب، وهي تطوير مهارات التواصل عندك. اقصد انا ايه بقى بتطوير مهارات التواصل عندك؟ اول مفتاح لتطوير مهارات التواصل عندك هو اللغه. فانت مثلا لو عايز تدرس في امريكا او تروح امريكا، فتخيل كده انت تقدر تتواصل مع الناس هناك بالعربي؟ لا. فانت محتاج انك تشتغل على اللغه اللي انت شايف هتدفعك للامام، وهي اللغه اللي انت هتستخدمها لما تقدم على المنح، وغالب الاحوال اللغه دي بتكون الانجليزي. طب نطور الانجليزي بتاعنا ازاي؟ انا ممكن اعمل لكم فيديو اقول لكم فيه كل الطريقه او التفاصيل ازاي انا مثلا طورت الانجليزي بتاعي. لو حابين الموضوع ده قولوا لي في الكومنتس. تاني مفتاح بقى يا سيدي في انك تطور مهارات التواصل بتاعتك، فإنك تتعلم ازاي تتقبل الاراء المختلفه عشان يعني تقدر تعبر عن رايك بشكل مريح وتكون يعني مش حاسس بضغط كده وانت بتعبر عن رايك. هتقول لي طب انا دايما كده واتقبل الاراء بتاعت صحابي، هقول لك يعني دي حاجه جميله جدا واحييك على الروح الجميله اللي عندك دي، ولكن احب انك تضيف اكتر ثقافه اكتر من المجتمع اللي انت عايش فيه. مش شرط عشان في مثلا حاجه حاسس انها بعيده عنك او حاجه يعني مش متقبله تماما انك ترفض انك تتعلم عنها او تثقف نفسك عنها. وايا كان بقى الحاجه دي، يعني مش شرط عشان انت مثلا شايفها بعيده قوي عنك انك ترفضها خالص. ايا كانت بقى الطريقه اللي هتعلم نفسك بيها، كل السبل متاحه، ودلوقتي مش مفيش حد يعني بيكون عايز يتعلم عن حاجه وما بيلاقيش طريقه. رابع حاجه بقى يا شباب في ازاي تجهز نفسك للمنح هو الاستعداد نفسيا وذهنيا. هتقول لي مش فاهم حاجه يا عم عادل، هقول لك استنى وانا هوضح لك كل حاجه. كتير جدا جدا من الشباب اللي بتكون بتقدم على المنح بيكون عندهم مثلا حب استطلاع، عايزين يعرفوا ايه ده، او مثلا بيحبوا البلد اللي هم عايزين يقدموا على المنحه فيها. ودي حاجه يعني مش شايفها سيئه خالص، دي حاجه جميله جدا، بس مش كفايه. لازم تقعد تفكر، هل انا فعلا كنت محتاج اسافر ولا انا كنت بس متحمس في الاول؟ طب لو انا سافرت هل هكون مبسوط وانا مسافر؟ طب انا لما خدت القرار ده هل جهزت اهلي للقرار ده ولا لا؟ جزء من تجهيز نفسك انت هو تجهيز اهلك كمان. الاهل عمرهم ما يكونوا ضد نجاح اولادهم، لا بالعكس، هم لما يطمنوا ان الموضوع ده تقديم على المنح يعني ده مش هيأثر على دراستك ومش هيأثر عليك وهيكون امان، هيكونوا اول ناس يساعدوك ويدعموك ماديا ومعنويا كمان. فانت هتلاقي انك بقيت نفسك مقبل على تقديم، مقبل على انك تشوف مثلا حاجه معينه، مش لما تشوف مثلا فيديو بيتكلم عن منحه وبعد ما تخلص الفيديو تقول طب وايه الفايده، ما كده كده ماما وبابا مش هيوافقوا، وتقفل الفيديو ولا كانك اتفرجت على حاجه. لا بالعكس، انت تكون جهزتهم تدريجيا، والموضوع ده هيفرق معاك جدا في انك اصلا تدور على المنح، هيكون نفسيتك مرتاحه اصلا وانت بتدور على المنح وهكذا. طب هل انت جهزتهم لده؟ انا مش بقول لك انك تروح تقول لهم بشكل مباشر، كل واحد فينا عنده طريقه معينه بيتواصل فيها مع اهله وبيوصل لهم بيها الحاجات اللي هو عايز يقولها لهم. فانا مش هقدر اقول لك طريقه معينه يعني ازاي تقنع اهلك بالموضوع ده. كل اللي اقدر اقوله لك مثلا انك طالما بتثبت لهم ان الموضوع ده مش هياثر عليك سلبيا والموضوع ده هيكون امان، فهم هيكون اول الداعمين ليك وهيدعموك بكل شكل من الاشكال. يجي بقى معانا شباب في المركز الثالث، وهو مشاركتك في نشاطات خارج نطاق الدراسه. يعني اعمل ايه؟ انت تشغل وقتك بحاجه تكون مفيده ليك انت وتكون بعيدة عن السوشيال ميديا، ما تقضيش وقتك كله على السوشيال ميديا بالشكل ده. جرب مثلا انك تاخد كورس اونلاين عن البرمجة، جرب انك مثلا تروح لجمعية رسالة تتطوع في الجمعية، جرب مثلا انك تروح المدرسة بتاعتك او الجامعة بتاعتك تشوف اي نشاط طلابي تشارك في النشاط ده. جرب مليون حاجة تكون بره نطاق الدراسة وكمان بتفيدك وبتفيد عقلك. واخد بالك ان انا بقول جرب، مش بقول اعمل كذا، او مش بقول يعني شوف الحاجة اللي انت بتحبها واعملها، لا جرب، جرب بجد، جرب حاجات كتير جدا حتى لو انت شايف انها مملة او مش مزاجك في الاول. حتى يا اخي لو انت لقيت ان الحاجة دي خلاص مش ماشية مع مزاجك، مش هتحبها، فانت يعني كسبت حاجة معينة، حاجة هي انك اطمنت من اختياراتك، اختياراتك بيتوصف فيها انك مش هتحب المجال ده، مش هتخصص فيه، فدي حاجة انت بتفوز بيها، بس غالبنا ما بيبصش عليها او بيعتبرها فوز، لكن هي حاجة جميلة جدا بصراحة.
هتقولي بقى طب النشاطات دي او الكلام ده هيفيدني بايه في المنح؟ لا بص، مبدئيا هو هيفيدك وهيفيدك كتير قوي كمان. المنح اصلا بتحب الشخص اللي يكون اللي هو لافف وداير وجرب كذا واشتغل في حاجات معينه، غير الشخص اللي هو بيكون بيذاكر بس. يعني المنحه بتشوف الشخص اللي هو مثلا بيلف وبيدور وبيشارك في ستودنت اكتيفيتيز او نشاطات، الشخص ده شاف ودور ومثلا اتعامل مع ناس واكتسب مهارات وهكذا. فالمنح دايما بتحب الشخص ده. النشاطات دي اصلا هتديك مهارات، حتى يعني لو ما شاركتش في منح او قدمت على منح، النشاطات دي هتفيدك على الجانب الشخصي، هتديك مهارات على حسب بقى النشاط اللي انت هتشارك فيه. هل مثلا كنت بتروح لنشاط تطوري فكنت بتتعامل مع ناس؟ هل مهارات التواصل عندك اتطورت؟ حاجات كتير قوي ممكن تستفيد بيها من النشاطات دي. المركز التاني بقى شباب، وهي حاجه يعني اقول لك انا بجدها حاجه في منتهى الاهميه وهتخليك مميز جدا وانت بتقدم على المنح، وهي انك دايما تكون سابق بخطوه. التقديم على منح عامه بيكون محتاج منك انك تجهز ورق معين، محتاج منك انك تكون مجهز لامتحانات معينه، محتاج منك انك تكون تاخد خطاب توصيه من مدرس او دكتور في الجامعه. يعني ايه بقى تكون سابق بخطوه؟ انا مش قصدي انك تكون سابق غيرك بخطوه، لا خالص، انا قصدي انك تكون سابق نفسك بخطوه. يعني مثلا انت مخطط انك تقدم على منحه معينه، فمهم جدا انك تكون علاقتك بمدرس او دكتور جامعه كويسه جدا، عشان لما تطلب منه خطاب التوصيه الموضوع يمشي بشكل حلو جدا ويديك خطاب التوصيه بسرعه. وهكذا بقى، قيس الكلام ده على كل الحاجات. هل انا مثلا محتاج اجهز لامتحان لغه عشان اخد الدرجه بتاعته واقدم بيها على المنحه الفلانيه؟ وهكذا. انت تكون دايما سابق بخطوه ومخطط وشايف مثلا قدام، شايف لقدام، فده هيفيدك جدا في المنح وهيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. واخيرا يا جماعه، يجي معانا في المركز الاول، وهي الثقه ان اي حاجه تجي لك، اي حاجه تكتب لك، هي هتكون خير ليك من ربنا، ويعني دايما واثق ان الكلام ده خير ليك. اترفضت في منحه معينه قدمت فيها وبذلت مجهود كبير فيها، ايه يعني؟ الباب اللي بيتقفل بيتفتح مكانه 10 ابواب. فانت لازم تكون واثق دايما دايما ان اي حاجه تحصل لك هي خير ليك، وان السعي بتاعك ما يقفش، انت دايما تسعى ودايما تحاول. ليه بقى؟ انا بعتبر دي من اهم الحاجات اللي لازم تكون رقم واحد بالنسبه لي، وهي بسبب انك لو مثلا قدمت على منحه معينه واترفضت في المنحه دي، فانت وسبت نفسك للافكار بتاعت ده انا السبب، انا مش كويس، الافكار اللي هي بتخليك مثلا تحبط، الكلام ده كلام فارغ. فانت لو سبت نفسك الافكار دي، الافكار دي هتخليك مثلا مش هتقدم تاني، هتخليك تفقد الشغف انك تقدم اصلا. ف وقفت وكده يا سيدات والسادة، كنا نخلص الفيديو بتاعي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدينا لايك، وما تنساش ان انت تشترك في الجيف اواي، وكمان اعمل سبسكرايب، اتاكد انك عامل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد وما يفوتكش اي جيف اواي جديده. يلا بينا نشوف مين اللي فاز بالجيف اواي بدايه الاسبوع اللي فات. بص شباب، الموقع ده هو اللي بيختار الجيف اواي، انا ما كنتش عارف مين الفايز عشان يبقى الموضوع فير يعني وكده. فانا طلبت منكم انكم تعملوا كومنت ب هاشتاج جيف اواي، فده الفيديو هاشتاج جيف اواي، هو هيختار على اساس كلمه هاشتاج جيف اواي، فنضغط نجيب الكومنتس من اليوتيوب. في 20 واحد شاركوا في المسابقه، جميل، فنقول له ستارت. اللي فاز معانا بالجيف اواي يا جماعه هو حد انا مش عارف الاسم بتاعه، يعني اتمنى بصراحه تتواصل معايا على يعني تسيب كومنت على الفيديو هنا وهنتواصل معاك وتاخد الجيف اواي بتاعك او بتاعتك، انا مش عارف يعني الاسم بصراحه، اسم ما شاء الله يعني بالكوري. بس يا جماعه متنسوش تشتركوا في الجيف اواي بتاعت الفيديو ده. باي.